لأنها دائما تكون في المراتب الأولى في جبهة المستقبل في كل نتائج. هذا مشكورين جدا، ونظرا لضيق الوقت ستكون الكلمة مقتضبة نوعا ما، لأنه فيه فرسان اللي راح يدخلوا، لأنه احنا بصفتنا مدير ولائي للحملة الانتخابية، والله احنا في جبهة المستقبل والتي هدفها أو شعارها في الحملة الانتخابية الاستقرار والتنمية. نعم، هؤلاء الفرسان سواء كانوا في بلدية عين مقل أو المجلس الولائي، والله هذه القائمة أو هؤلاء هذه القوائم، والله لما اخترنا هؤلاء الأشخاص كان عمل مدني جدا متعب، لأنه لاختيار أشخاص لتمثيل حزب في انتخابات محلية مهمة جدا أو كمحطة مهمة جدا من محطات البناء المؤسساتي كان شغل صعب جدا، ولكن الحمد لله بتضافر جميع الجهود كللت بالنجاح، وكانت قوائمنا في خمس بلديات ومجلس ولائي. هذا ما جاش هباء، ولكن جاء من خلال الثقة التي وضعت في جبهة المستقبل. وضعت في جبهة المستقبل لأنه جبهة المستقبل راهي مغلغلة في كل المجتمعات، في كل القرى والمداشر. نعم، متواجدة في كل القرى والمداشر، لأنه احنا لما درنا جولة حول ولاية تمرسد وجلنا كل المناطق حاولنا أن تقربوا الناس، لأنه هؤلاء المساكين في لقب الانتخاب هم هدفنا. احنا برنامجنا في شباك المستقبل هم الناس، هم انتم، هذا هو البرنامج تاعنا ومع الناس. على هذا الأساس وبدون إطالة نفسح المجال أمام مترشحينا، ولكن أطلب منهم شيء واحد فقط، شيء واحد، هو أنهم يقوموا بحملة نظيفة لا تشوبها شائبة. نحن الحزب معروف بأخلاقة العمل السياسي، نعم هذا هو شعارنا منذ بداية تأسيس الحزب. على هذا الأساس نطلب من كل الإخوة سواء في بلدية عين مقل أو في المجلس الولائي أنهم يلتزموا بمبادئ الأخلاق. لازم نكونوا خلوقين في معاملتنا مع جميع دون استثناء، حتى مع الأحزاب الأخرى، نعم، لأنه هدفنا هو ولاية تمرسد أولا وأخيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.